المنتخب السعودي على الجانب الاخر استاذ كريم لم يظهر بالصوره يمكن اللي بدا بيها. احنا بنتكلم انه الاول كان سبحان الله يعني كوره الاول كان فاز على الارجنتين، دلوقتي الارجنتين متصدره المجموعه وهو متذيل المجموعه. احنا بنشوف المباراه النهارده، ايه السبب من وجهه نظرك في الهزيمه السعوديه؟ اشوف الفرق ما بين المنتخب السعودي في الجوله الاولى قدام المنتخب الارجنتيني والتالق والانتصار التاريخي، والفرق ما بين نفس المنتخب اللي واجه بولندا والمكسيك في الجوله الثانيه والثالثه، هو ان الضغوطات زادت. المباراه الاولى المنتخب السعودي ما كانش عليه اي ضغوط وكان داخل يلعب مباراه اوريدي مهزوم، يعني خلاص ما حدش مطالب لعيبه المنتخب السعودي خلاص ان هم يكسبوا الارجنتين، وبالتالي لعبوا اريحيه ولعبوا زي ما هم عايزين، والامور والظروف المباراه والسير والسيناريو ماشي في اتجاهه. لما دخلنا الجوله الثانيه وبدا المنتخب السعودي يبقى مطالب من الجماهير ومن الاعلام انه يحرز تعادل او فوز عشان يحقق كمان ياخد خطوه للدور ال 16، بدات الضغوطات تزيد على الفريق، وبدا النهارده نحسب بقى ايه الغلطه ونحسب البيس باس، الحاجات دي كلها بدات تتحسب قدام منتخبات مثل الارجنتين. الارجنتين بتلعب مباراه اوبن جيم مفتوحه، هلعب اي حاجه، الارجنتين ارجنتين، لكن بولندا والمكسيك بيلعبوا معاكي زي ما تلعبي على القد ولعب اقتصادي بحت، وبالتالي المنتخب البولندي قدر ان هو يستغل الهجمات المرتده وانهى المباراه وخد 3 نقاط. النهارده المنتخب المكسيكي داخل المباراه وما عندوش غير يعني فرصه وحيده، هو لازم يكسب دون اي اعتبارات اخرى، وبالتالي ركزوا اكتر. النهارده بصراحه النهارده مباراه النهارده المنتخب السعودي كان مستواه أسوأ من مباراه بولندا. النهارده المنتخب المكسيكي بصراحه بخلاف الهدفين اللي احرزهم اضاع حفنه من الاهداف، كان ممكن النتيجه تبقى قياسيه، بس طبعا كان واضح جدا التوفيق برده ملازم للمنتخب البولندي اللي رغم خسارته من الارجنتين يعني اتوفق وخد المركز الثاني.